الحمد لله نجد في هذا المشروع جزء مهم من اقتراحاتنا، وأهمها في الجانب الاقتصادي، لأن الجانب الاقتصادي يهم العمال والعاملات، لأن الجانب الاقتصادي وأهمية الاقتصاد تعود حتماً بانعكاسات سواء إيجابية أو سلبية على الحياة الاجتماعية للعمال. هذا المشروع جاء بآليات وضوابط لمكافحة الفساد، ويصبح وتصبح مكافحة الفساد مكافحة فعلية تحمي الاقتصاد الوطني، وتحمي خيرات الجزائر، وتحمي حقوق العمال والعاملات بصفة خاصة، وحقوق المؤسسات الاقتصادية، وحقوق الجزائر والشعب الجزائري كافةً.